طيب كمان في نجوم زملكاويه كتير بره النادي، البعض منهم حب يهني الفريق بالفوز بالدوري لان هم زملكاويه بجد وبيحبوا الزمالك، ولو تتابعهم على السوشيال ميديا هتلاقيهم طول الوقت بيكونوا موجودين وبقوه في انتصارات الزمالك وبيهنوا وبيعلنوا عن ده، ما بيفرقش معاهم، بيعلنوا عن انتمائهم من لحبهم طبعا لنادي الزمالك. خلينا نشوف الفيديو ده عنهم ونرجع لحضراتكم مره تانيه. بلادي وانا زملكاوي هلعب مهما تفوت سنين، حبه مدروس مش حكاوي، ده انا اصلي صوته حارسه الامين. ألف مبروك لنادي الزمالك ولكل الزملكاوية، الكاس والدوري، وإن شاء الله السيزون اللي جاي يبقى التالت على التوالي بإذن الله. ألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك والنجدان حبيب والمجلس إدارته بقيادة المستشار مرتضى منصور والجهاز الفني بقيادة جده بسوالدو فيريرا، وللعيبة وللعمال ولكل الجماهير وكل من ينتمي لنادي الزمالك ألف مليون مبروك، بجد فرحتونا، كنتوا رجالة وقد المسؤولية. ألف مبروك لنادي الزمالك العظيم على الفوز ببطولة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، ومبروك لنادي الزمالك على الفوز ببطولة كأس مصر، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات والبطولات في المستقبل، ودايما نشوف النادي بتاعنا في أحسن حال إن شاء الله. ألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، البطولة ديت دي بطولة الجماهير، ألف ألف مليون مبروك للعيبة نادي الزمالك والنادي الزمالك والأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والطبي والإداري، ألف ألف مليون مبروك لمصر كلها ولكل الزملكاوية. مليون مبروك وعقبال كل سنة وعقبال أفريقيا إن شاء الله.